السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة مع رزان. مرحبا بكم في يوم جديد مع وصفة طبيعية، وصفة الجدات، وصفة قديمة. سبق لي وشاركتكم هذه الوصفة في السنة الماضية اللي هي خاصة بمرارة الخروف، وبزاف ديال البنات يعني الفيديو عجبهم بزاف واستعملوا الوصفة ولقوا معها نتائج رائعة كتعالج يعني الشعر الخفيف، الشعر المتساقط، الناس اللي عندهم فراغات مقدمة ديال الشعر، وكذلك البنات اللي عندهم الشعر ما كيطوالش يعني بواحد الدرجة كبيرة. بالنسبة لهاد الوصفة كنستعملوها سنويا او يعني فيما كتحين الفرصة وكنلقاو المرارة ديال الخروف. بطبيعة الحال ما يمكنش لي نخلي هاد الفرصة تضيع وما ناخدش المرارة ديال الخروف ونستعملها في هاد الوصفة الطبيعية اللي كتعطي يعني واحد سنتيمترات ملحوظة في الشعر ديالنا، وكذلك كتملا الفراغات. وصفة رائعة، وصفة الجدات، وكنتمنى ان البنات يجربوها ويستعملوها لكل يعني افراد العائله وبارطاجيوها مع الاحباب والاصدقاء. بالنسبه للمكونات اللي غنحتاجو باش نحضروا هاد الوصفه الطبيعيه، غنحتاجو للحرمل المطحون. الحرمل عنده فوائد كثيره في تقويه الشعر، في علاج الفروه ديال الشعر، يعني البنات اللي عندهم فراغات المقدمه ديال الشعر فقط الا استعملوا زيت الزيتون مع الحرمل وبقاو كيشقوا به الشعر ديالهم المده ديال نصف ساعه قبل كل حمام غادي يلاحظوا الفرق، ويلاحظوا حتى الزغبه او الشعره ديالنا كتولي سميكه او غليظه يعني مقارنه مع كيف ما كانت على الطبيعه ديالها. بالنسبه لهاد الاعشاب غادي نستعملوا الزعتر والازير والخزامه، هاد الثلاثي اللي حتى هو عنده فوائد كثيره في علاج تقصفات الشعر وكذلك المشاكل اللي كيواجهها الشعر يعني او الفروه ديال الشعر، الحكه او كذلك عدم يعني الشعر ما كيطولش بواحد الدرجه كبيره او درجه ملحوظه. هاد المكونات رائعة جدا وغتعالج لكم الشعر ديالكم بواحد الدرجة كبيرة. بالنسبة لهذا الفنجان غنحتاجو فنجان زيت الزيتون. طبيعة الحال زيت الزيتون مهم جدا باش نخلطو فيه هاد الخلطة الطبيعية ديالنا، وهذا هو السائل اللي فرغته مباشرة من بعد ما خديت المرارات. انا خديت زوج ديال المرارات واستعملتهم مباشرة، كناخدو هذاك الماء اللي فيهم وكنفرغوهم ومن بعد كنخليوها في الشمس المدة ديال يوم كامل على حسب درجة الحرارة. طبيعة الحال حنا الحرارة مرتفعة دابا، حنا في فصل الصيف، يعني لقيت انها دغيا جفات مزيان ونشفات. اذا هادو هما المكونات فقط، عندنا الحرمة المطحون، عندنا الخزامة والعزير والزعتر، عندنا فنجان ديال زيت الزيتون، وعندنا الماء اللي فرغناه من المرارة. وبطبيعة الحال كنشمشوها وكنحتفظوا بها باش نوريكم الطريقة اللي غنستعملوها. اذا اول حاجه غادي نحتاجو غناخدو قرعه ديال الزاج، ضروري تكون قرعه ديال الزاج تكون معقمه مغسوله مزيان ومنشفه، هي اللي غنستعملو فيها هاد المكونات ديالنا. خليكم معايا. اذا هذه هي القريعه، انا غسلتها وعقمتها مزيان ونشفتها بطبيعه الحال، هي اللي غنستعملو فيها المكونات. بالنسبه للطريقه المقبله او المرحله المقبله غادي ناخدو المراره ديالنا. بالنسبه للمراره يعني مراره الخروف او مراره ديال البقر اللي متوفر عندنا، وصفه رائعه جدا. هاد الماء وهاد التجليده او هاد القشره ديالها عندها فوائد كثيره في علاج الشعر، خصوصا ملي كان بالموازاه مع هاد المكونات خصوصا الحرمل، يعني وصفه قديمه جدا كانوا كيستعملوها الجدات وعندها فوائد كثيره في الشعر، يعني ما يمكنش نستعملوها وندوموا عليها والشعر ديالنا يبقى خفيف، كتعالج الشعر بواحد الدرجه كبيره، النتيجه مضمونه. اذا من بعد ما كنشفوها مزيان في الشمس مده ديال يعني يوم كامل على حسب درجه الحراره، كنقطعوا هاد الجليده ديالنا قطع صغيره. ضروري انها تكون ناشفه مزيان، يعني تكون منشفه مزيان جافه تماما باش كتعطينا هذيك النتيجه اللي حنا بغيناها ان شاء الله باذن الله. يعني من بعد ما كنقطعوها قطع صغيره بحال هذه كيف ما كتشوفوا معايا، اما بالمقص اما بالموس، يعني شوفوا نتوما الطريقه باش غادي تقطعوها. وكنبقاو نضيفوا هاد القطع الصغيره ديال المرارات ديالنا. من بعد غادي ناخذ الحرمل، ها هو الحرمل اللي كنحمروه وكنطحنوه، غناخذ المقدار ديال معلقه كبيره كنضيفو على المراره
الحرمل حتى هو كيفما قلت لكم عنده فوائد كثيره واساسي في هذه الوصفه، يعني ما يمكنش نستغناو عليه ونعوضوه بشي يعني نوع اخر من الاعشاب. لا بد ما نستعملوها الوصفه ديال المراره، لا بد ما يكون مع الحرمل، غير هو طريقه التحضير ديالها كيختلف على حسب كل سيده. كانوا السيدات كيستعملوا كياخذوا ديك الجديده ديال المراره وكي يستعملوها في الحرمل وكيخليوها تجف، ومن بعد كيقطعوها وكيستعملوها مع الزيت البلديه. ولكن كل واحد والطريقه ديالو، غير هو بالنسبه للمكونات ما كتختلفش، لا بدا ما تبقى الحرمل والمراره، اما الطريقه كتختلف عند كل سيده. من بعد غادي نضيف الاعشاب ديالي اللي هي الخزامه والزعتر والازير، هاد الثلاثي اللي دائما كنستعملو كيف ما كتلاحظوا معايا في الوصفات اللي خاصه بالشعر، لانه حتى هو عنده نتائج رائعه في الشعر. غادي نضيف جوج ديال المعالق كبار من هاد الاعشاب، ما كنطحنوهاش كنخليوها هكا فقط، كننقيوها وكنستعملوها، يعني كتبقى الاعشاب ديالنا بحال هكا. من بعد غادي ناخذوا الماء ديال المراره اللي سبق وشاركتكم، كنضيفوه على هاد الاعشاب ديالنا وعلى القشيره ديال المراره، وغادي نضيف الزيت البلديه او زيت الزيتون طبيعه الحال اللي غادي تندمج مع هاد المكونات، وغادي نشقوا بها الشعر ديالنا. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ ديالها، كننغلقوا مزيان او كنحكموا مزيان القريعه ديالنا ديال الزاج اللي فيها جميع هاد المكونات اللي شاركتكم. بالنسبه لمده الاحتفاظ بها، كنحتفظوا بها اقل حاجه مده ديال اسبوع، ومن بعد كنصفيوها وكناخذوا فقط الزيت ديالها ديال المراره وديال هاد الاعشاب، وكنبقاو نشقوا بها الشعر ديالنا. بالنسبه للملاحظه او الحاجه اللي كنأكد عليها، ان الشعر يكون نظيف تماما. هاد الوصفه لا بد ما نستعملوها على الشعر يكون نظيف والفروه ديال الشعر تكون نظيفه، يعني المسام كتكون محلوله او مفتوحه باش كتعطينا نتائج مرضيه. ومن بعد المده ديال 45 دقيقه كننظفوا الشعر ديالنا مزيان، ومن بعد ان شاء الله غادي تلاحظوا النتيجه من بعد استعمالات 3 و4 مرات يعني بالنسبه للشعر ديالكم. غتستعملوا هذا الزيت وغتلاحظوا النتيجه رائعه، يعني الخلفه كيف ما كنقولوا كتبدا تظهر في المقدمه ديال الشعر. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه للبنات ديالكم، وكنتمنى انكم تشاركوها مع الاحباب ومع الاصدقاء باش ان شاء الله تعم الفائده، لانها وصفه زوينه بزاف وقديمه وديال الجدات ديالنا. وهذا هو الفيديو ديال اليوم اللي شاركتكم، اللي هو خاص بالمراره ديال الخروف او مراره ديال البقر اللي متوفر عندنا مع الموازات مع هذه الاعشاب الرائعه. ومره مره كناخذوا القريعه ديالنا وكنحركوها وكنخليوها حتى كدوز واحد المده ديال اسبوع او 10 ايام، من بعد كنصفيوها كنحيدوا الاعشاب وكنحتفظوا بالزيت اللي غادي نبقاو نشقوا بها الشعر ديالنا قبل من كل حمام. بصحتكم وراحتكم الوصفه، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم، وعيد مبارك سعيد على الجميع، وكنشكركم على التعاليق الرائعه اللي كتشاركوني، وعلى كذلك التعليق اللي كتخليو ليا دائما بخصوص الوصفات اللي كتبغيو. شكرا لكم، والى اللقاء مع فيديو قادم مع وصفه طبيعيه مجربه اكيد ان شاء الله.